تقول أيمن السائل مريم فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يكرر الآية أكثر من مرة حتى يخشع هو ويخشى من وراءه؟ هل يجوز في النافلة وفي قيام الليل أنه يردد الآية كما ردد النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ فإذا كان يصلي بالليل وردد آية فيها عبرة وفيها عظة ويتدبر فيها فلا بأس، أما في الفريضة فلا تكرر الآيات. نعم.